معنا الحاج محمود طبعا كيوان، الحمد لله على سلامتك. شو شعورك بهي اللحظات انت بتوصل لارض الوطن؟ احسن شعور. نعم نعم. كيف كانت مناسك الحج؟ كيف اديتوها؟ الحمد لله رب العالمين، كان على ما يرام كل شيء قاعد بيجي. الحمد لله وكل الحجاج روحوا بخير وسلامة. الحمد لله رب العالمين كل سلمين. نعم، ما حداش يتوقع انكم تروحوا بهي الساعة بكير. شطارة. الحمد لله الحمد لله، هذا توفيق الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد لله. معنا الحاج زياد طبعا ابو ريا. اول شيء الحمد لله على سلامه الجمهور طبعا الحجاج من سخنين. تحكي لنا شو مشاعرك بهي اللحظات اللي بتستقبلوا الحجاج؟ الحمد لله رب العالمين باسمي وباسم جمعيه الفقر السكيت بان جميع الحجاج وخاصه جميع الحجاج اللي كانوا سجلوا بجمعيه ابو بكر الشديد. نعم. الكل الحمد لله على السلامه. حج المبرور زائر مشكور وزر مقبول ان شاء الله. طبعا في هاي اللحظات بتتذكروا اخونا المرحوم الله وفادي. يرحمه، هذا اللي كان ناقص رئيس الجمعيه. نعم، كان ناقص معنا اخونا وفادي، لو كان لازم هون يكون هون وهنا، والحمد لله هذا قضاء الله قدره. نعم الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. لا ترضى حكم الله. الحمد لله على كل حال. حج يعني الحمد لله على سلامة أولادك وخناينك والجميع إن شاء الله. شو شعورك بهاللحظة هاي؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله طعم لكل مشي، أتمنى لكل الناس وبنبسط ونطعم لكل المؤمن، والحمد لله على سلامتهم.